السلام عليكم ورحمة الله. جمعية سيريا شارتي الخيرية السورية عم تشارك في مؤتمر المنظمات الإسلامية في فرنسا للمرة الرابعة. هدف الجمعية هو إيصال الدعم لداخل سوريا عن طريق دعم غذائي، عن طريق دعم طبي، عندنا مستشفى مختص للنساء والأطفال، وعن طريق كفالة الأيتام. هذا المعرض هو فرصة جوهرية بالنسبة لنا لتعريف المجتمع الفرنسي بشكل عام والجالية المسلمة بشكل خاص عن القضية السورية من ناحية الإنسانية. هدفنا هو نعرف الشخص المتبرع عن الكارثة اللي عم بيعيشها شعبنا في داخل سوريا. فهذا هو هدف هذا المؤتمر، وجود جمعية سيريا شارتي في هذا المؤتمر القيم.